محضر يا جليلة؟ بتعملي لي محضر؟ آه، يعني عايز تضربها وتضربني وتبهدلنا ونسكت لك؟ الأنسة سلمى طلبت إن يبقى في تعهد بعدم التعرض، لو سمحت امضي لي هنا. طالما وصلت للاسم والمحاضر وطالما بقى في تعهد بعدم التعرض تبقى طالق يا جليلة، بس عمرك ما هتلاقي حد يحبك قدي ولا يقدرك ولا يشيل همك زيي. انت خسرتيني، بس انا مش زعلان يا جليلة ولا ندمان. ولا تعيطي يا حبيبتي، لا ولا تعيطي، ما يستاهلش. اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي. لا 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 ما ينفعش. لا حضرة الظابط، انا متشكره قوي، انا مش عارفه اقول لك ايه بجد، عن اذنك. طمني يا حبيبتي. لا اوعي والنبي، يلا يا حبيبتي.